يلا بشوفك. بشوفك. نفس. ايه طاهر. لك طاهر، انت ليش هيك عم تساوي؟ شو ساويت نفس؟ هيك انه انت بتعرف شو ساويت. سلميلي عليها. بيسر. يلا روح تيسر. امرك يا خانو. طاهر؟ نعم نفس. ولا شيء. أسماء، خير؟ شو صاير معك؟ خلينا نفوت ونحكي. طيب يلا. تحسين، ليش واقف فوق راسي؟ أنا ناطر توقيعك سيدي. لك وين الألم؟ سيدي بإيدك الألم. إيه بعرف هالشي. امسك. احترامي سيدي. سيدي ممكن نحكي؟ تفضل فوت. الوضع خطير، الوضع معقد، في مشكلة كبيرة كتير. نعم؟ لا ولا شيء. مزبوط مزبوط، ولا شيء، ما في شيء. ايه وانا شو ذنبي؟ ها؟ طيب هو ما إله ذنب، انا إلي ذنب شيء؟ لانه انا اللي ما بدي مو؟ لك انا ما عم اقول انه انت اللي ما بدك. ما في داعي اقول اي شيء، تلميحه بكفي، ما في غير تمام يا ماشية ويمشي ويتركني. يعني عن جد بيعرف كتير منيح شلون يحسس الواحد بالذنب وكأنه هو السبب. شرطي لأنه متعلم من المهنة تبعه. يعني لو شو ما كان صاير معه، الإنسان ما لازم يحسس التاني إنه الحق كله عليه. إيه محامية طبعا، وبتعرف كيف دافع عن حاله وتخلي الحق كله على الشخص التاني. يعني ما بتعمل هذا الشي بالحكي وبس، نظراتها بيوتره. أخي أنا لازم أعمل اتصال. دقيقة رح أحكي تليفون وأرجع. طاهر شو الوضع عندك؟ مو منيح. وعندك؟ مو منيح. شو صاير لهم هدول؟ والله ما بعرف، هي كتير متضايقة منه، مقهورة ومكبرة الموضوع. واللي هون هيك؟ طاهر شو حنعمل؟ اللي قالوا عمي عثمان. بس بالأول منجمع الاثنين مع بعض. رح تستدعي مجلس العائلة للاجتماع يعني؟ ايه هيك قصدي. علم يا قبطان. أمي أنا طالعة. إيه؟ لوين؟ نيلوفر خانو مرضانة، فبدي اطمن عليها. رايحة لعند حماتك حبيبتك؟ وصل لها سلامك ماما؟ ما توصلي لها شي. روحي بنتي روحي، ما تردي على أمك. إيه لا ترد علي لا ترد علي، مين عم يرد علي أصلا؟ توركل لأيمتى رح تبقي هيك؟ لآخر يوم بعمري. رح تضلني معندي هيك يعني؟ أنا اللي معندي ولا أنت؟
مصرة تخليني أقولها ما هيك؟ شو رح تقول يعني؟ شو رح تقول؟ احكي وفهمني إلي كمان. سمعت اللي قالته مرجاني، ارتحتي هلأ؟ شو الكلام اللي سمعته بالله؟ اللي جميل كلامه إنه صار عمري هالعمر وما حدا طلبني. سمعته حرق قلبي. كانت عم تحكي بقهر، ويلي قهرني إنه كلامه مزبوط. إيه مزبوط، مين رح يرغب ببنت سممت وشنقت حالة كرمال السيد طاهر؟ أكيد ولا حدا. في حدا دق على بابنا وطلبها؟ في حدا جاب شوكولا وقال طالبين بنتكن؟ لا، لأن الكل بيعرف مرجاني عشقاني طاهر. ومزبوط؟ مزبوط؟ طبعاً مزبوط. يلا قليلي، ما عم تسمعي؟ شو رح يصير هلأ؟ شو رح يصير هلأ يعني؟ شلون رح تزبط؟ طيب ماشي ماشي، زدتلن المحبس خلص، وتقول لطارق هالجوازي ما رح يمشي حاله خلص. طيب وبعدين؟ وبعدين؟ بعدين شو رح يصير تركان؟ شو رح يصير؟ مرجاني رح تقعد على هي الكرسي ليل نهار، رح تمرق الأيام وتمرق الشهور وتمرق السنين، رح تعفن وتجن من قعدتها على الكرسي. ولما طابت من الشلل وصارت تمشي قلنا الحمد والشكر. معقول بعد كل اللي صار ترجع تقعد على الكرسي؟ اللي ما دقوا على بابنا لليوم ما رح يدقوا لا بعد سنة ولا بعد ثلاث سنين. مرجاني رح تدخل بحيطان الثلاثين، اللي بعمرها أولادهم بلشوا بالمدارس. بعدين وين راحوا رفقاتها لمرجاني؟ قلي لي وين راحوا؟ فاطمة ومريم وصالحة وينهم هلأ؟ ها؟ مرجاني كانت تضل تروح لعندن وتنام، وهنن كمان كانوا يجوا لعنا. يلا قولي لشوف وين راحوا؟ كلهم تزوجوا وجابوا أولاد ومبسوطين بحياتهم. مرجاني إذا فسخت رح تضل على الكنباي. وأنا جميل الوسخ اللي قدر يرفع إيده على مرته وضربها، بينحط بالصخر ليجيب أكل لبيته، بيقسمه، بيعطي مرته لحتى تأكل وبيعطي بنته تأكل. أنا عم جيب الأكل، هذا واجبي، ما رح نقص عليكم. بس مرجاني عم تتحسر هلأ، يمكن تأخذ مني خرجيته وما تحكي، بس ما بتنبلع مع اللقمة، واللقمة اللي هي ما بلعتها تجي لعندي وبتوقف بحلقي. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.